pass a lot. ايش؟ فهد صاحب افضل مقاطع في العالم بيكون معانا الليله. كينج السوشيال ميديا محفظ. كينج السوشيال ميديا الليله فهد. طيب نبدا مع اول سؤال. وش تفضل، تخسر كل اخوياك مدى الحياه او تقعد 3 ايام بدون ما تاكل شاورما؟ وش السؤال النايم ده؟ يعني من اللي بيقعد 3 ايام بدون شاورما؟ اعذرنا بس مو بنا اللي كاتب الاسئله، فريق الاعداد هو اللي كاتبه. مو معقول يعني انا زي ما ادري شلون الناس يعيشون بدون شاورما مدة 3 ايام. عندي سؤال هنا حلو. قد فرشت باصبعك بدال فرشه الاسنان؟ ممكن تشرح لي وش فرشه الاسنان؟ والله تشرفنا اليوم انك معنا فهد في برنامج سؤال وجواب، نتمنى انك تكون معنا في المستقبل. خلصتوا؟ ما سالني زياده، ما سالتوني زياده. عبد الله افلام يرحم امك ما نبي، هذا مصنع حرفي كله اكل وانا عارفك تراك ضعيف عند الاكل انت. انا ضعيف عند الاكل. ما اضمنك انا بس على تفضل تربط لي اسمع انزل لي تحت ابيك ضروري. يا محاك تقول من النوم انت شتبي؟ انزل الحين تحت بسرعة يا اخوي ضروري لهالدرجة برا ما برد ومطر ما اقدر انزل. لا لا عادي بس بسرعة ابيك ضروري يا اخي. هلا هلا حي حي تحت 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 بسرعة 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 بسرعة. شتبي انت قول ايش انت؟ ابيك تركز وتلاحظ اللي بسوي لك اياه الحين. اوكي مركز؟ لا 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 لحظة معليش معليش. اوه لا دقيقة تضبط تضبط. وش حركة صفقت لك مخك صح؟ واضح ما انت قادر تتكلم حتى. مش فيك يا ساتر؟ اوه يا ساتر وش فيك؟ وقف وش فيه زعل فجأة كذا؟ ما ادري ايش سويت له. ايش سوي؟ وش اللي زعل؟ لكن يبدو لي انها الغيرة. الغيرة ممكن تسوي كذا. على فكرة ترى الغيرة بالانجليزي فايروس. السلام عليكم. هلا بك. ايوه وش ذا التيشيرت؟ عجب كنا ملوخيه. لحظه بمسح ليه؟ ملوخيه تنقل. لا ايش قاعد تسوي ابو قادي؟ ارجل ملوخيه. لا بسالك يا طيب في سفر مع التيشيرت؟ اهلا والسلام عليكم. بالاستراحة موجودين؟ لا ما فيني شيء بس العيال طفشت مرة وانا طقطق عليهم قلت بجي استانس شوي عندكم. السلام عليكم. وش التيشيرت الخايس؟ ألف سلامة. ألف سلامة. جئت وجابك الله. المرور المرور قايل لك سلامات يا حبيبي. المرور ما فيها سلامات مع التقاطع. سلامات سلامات. لا وبشرك لقينا شاهد بعد. عزوز ما تشوف شر ما تشوف شر. غلطان صدمة من ورا. ابن الحلال مسامح انا ابنه. حاب اذكرك انت وياه العالمية صعبة قوية. ايش ايش حبيبي؟ صدارة بس. ايوه صدارة بس قولوا. قول حبيبي حبيبي الله يشفيك. توكل على الله. ما ذبحنا الا بالتعصب. والله يا انتو نفسياتي. والله انا محترم ما في نفسيات. سدري وش اللي سدري انت؟ تعرف تحفل ايش تقارن لي ماجد عبد الله بسامي الجابر؟ يا اخي ما قارنتهم. انا اتكلم عن موسم 2007 ماخذين الدوري مرتين ورا بعض. ايش عندك؟ وش دخل ذا في نقاش؟